السلام عليكم، معكم محمد من مدينة فاس، حي المسيرة، مقاطعة زواغة. خويا الحبيب، يعني انا وقع لي واحد المشكل في المحل ديالي. يعني اش نقول لك سديت مع هذيك جويه 8 كما كيجيو السلطات كيقولوا لنا سدوا، يعني وصلت ديك 3 الصباح، يعني طرطقوا لي المحل ديالي. يعني انا مشات لي فيه راس المال ديال المحل كامل مشى لي اخويا. يعني مول التليفون شنو راس المال ديالو؟ هو التليفونات اخويا، يعني داو لي شي 9 المليون ديال التليفونات منهم لاكيس. يعني اش غنقول لك؟ يعني دمروا لي الحياه ديالي، دمروها. يعني اخويا داو لي تقريبا ازيد من 40 تليفون، 40 تليفون ومليون فرانك ديال الفلوس. يعني اش غنقول لك؟ يعني لا حول ولا قوه الا بالله. يعني دابا انا شوف باش معمر الفيترين 4 تليفونات غير بالوش، شي الكراطنا اخويا، راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه كنطلبوا من المسؤولين وكنطلبوا من السير حموش يشوف الوجه ديالنا، لان راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه ورينا ازيرو، يعني راه المحل كله طلع كريديات، ودابا عاوتاني نبقاو نزيدو كريديات، والناس كطلب كلشي بغى رزقه. يعني راه لا حول ولا قوه الا، منين غنجيبوا هذا الشيء؟ درتي شكايه؟ درنا شكايه، يعني خذوا البصمات، خذوا الكاميرا، يعني جميع الطرق يعني اللي توصل لهم الراس العين كلها جبناها لهم. يعني تم تليفونات الشركه كتعاون معانا، كتقول اي تليفون اكسيف كنعطيوه لهم، وكنعطيوه لهم تنهدوا لهم حتى الولايه. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. دابا يعني داير معكم خدمه، يعني داير الخدمه ديالو، ولكن راه لحد الان مازال ما شفت حتى شي حاجه اخويا. انا راني ضايع، يعني انا ضايع بالمعنى الكلمه، ضايع. اي علاش انا اخويا؟ علاش شنو الذنب ديالي انا باش غيمشي لي هادشي؟ شنو درت اخويا؟ انا في مجرد شاب، يعني دار واحد المشروع ديالو باش يخدم، يعني هما دمروني، هرسوني، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني على كاتي يقول لك ما تخدمش في هذه البلاد، هذه ما تخدمش، يعني ما خصكش دير شي حاجه ديالك، ولا تبغي تطلب تجيب القدام والو. يعني علاش زعما غادي تشفروا؟ علاش الشفر دابا حد الان مازال كيدور، ومازال حنا ما قبضناش حق ديالنا؟ علاش كنطلبوا من السير حموش يشوف الوجه ديالنا؟ راه لا حول ولا قوه الا بالله. كتشك في شي وحدين اللي هادو سرقوا؟ ما كنقول لكش، ما نقدرش نقول لك تنشك في حتى شي واحد. يعني الكاميرا راه شاده، يعني الوجه ديالهم كان ملتسم، يعني ما نقدرش نقول لك شك في حتى شي واحد. ولكن هادشي راه الدور ديال الطاقه عندكم، راه عندها شي حارس زعما كاين الحارس ديالها، يعني هو كيقول لك ما شافش، يعني كيتخلص كل شهر ديالو، يعني كيتخلص كل شهر ديالو، وما قال لك ما شافش، قال لك في الاول تيقول راه شكينا في شي وحدين، منين دينا عند السلطات بقى تيقول شي كلمات، يعني ما مغالط على داكشي اللي تيقول كاع هو. بحال كيفاش مغالط؟ ما كيبقى يقول شي، تيبقى يقول شي اسماء من هنا هنا، وتيقول لك لا ماشي هو اللي من هنا. ما فهمناش، يعني انا فاش كنسد المحل ديال الدور من تيكون؟ تيكون العساس، يعني ما العساس ما فاتني حتى شي حاجه انايا. يعني علاش نخلص انا هذا العساس هذا؟ نجي نبات حضر رزقي انايا، نموت مع بنادم. دابا راه لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انا تدمرت، يعني وليت ازيرو، والله لا حول ولا قوه الا بالله. الناس كريديتي عند الناس وكيعيطوا لك على الرزق، كلشي كيعيط على الرزق ديالو. يعني ما كاينش شي واحد اللي يقول لك راك تسرقتي ولا سرقتي عم بحرك. يعني شكون اللي مدمر في هذا الشيء؟ انا هو اللي مدمر. المحل فيه شي كاميرات؟ فيه الكاميرات، شادينهم، شادينهم كلشي. يعني شنو شادين؟ ما مشادينش الوجوه ديالهم؟ لا، الوجه ديالهم ملتم، يعني الكاميرات يعني شادينهم، التحركات ديالهم، منين دخلوا كيفاش داروا الطريقه، كيفاش داروا كامل، يعني لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم، معكم عبد الباسط الزكاغي من مدينة فاس، مقاطعة زواغة، حي المسيرة. اخويا انا واحد الشاب اللي باغي نخدم على راسي، وطموح في هذه البلاد هذه، وتقاتلت وتسلفت وتكلفت انا والاخ ديالي باش انني ندير واحد المشروع بسيط، لانني غير نبعدو حنا من البطالة ونحرروا راسنا. انت كتشوف اخويا حنا يلا هذه 4 شهور باش بدينا، تقاتلنا مع الكرا، مع هذه 2700 درهم ديال الكرا، راه ما ساهلاش. كيقول الفم 2700 درهم راه صعيب باش يخرج الانسان على الفم ديالو. وانت كتشوف دابا ان الشفاره دابا جاو وهذا المحل ديالنا داو لنا 8 المليون ديال التليفونات ومليون الفرنك، راه 9 المليون اصلا، وحنا داخلين غير على كريديات ومشاكل ديال عباد الله، واللي كيسالك شي ريال تيبقى يصوني عليك، تيقول لك اخويا عطيني رزقي عطيني رزقي عطيني رزقي، ولكن ما كاينش اللي يعتقك، ما كاينش اللي يرحمك. وكنطلبوا من رجال الامن انهم يخدموا معنا ويشوفوا لنا الحق ديالنا. راه جاوا مشكورين، حتى هما اللي جاوا انهم داروا معنا تحقيق ودرنا شكايه، جاوا خداوا البصمات ديال هاد الشفاره، جاوا خداوا لي فيديو ديالهم. احنا عاوتاني تنخدموا ونديروا مجهود وبحثنا، مشينا للشركه باش ان تعطينا تخدم معنا، تعطينا التليفونات اللي تاكتيفا وهذه، وجابوا لنا الايميل اللي التليفونات اللي تاكتيفا وهذه، وهبطناهم لعندهم. ولكن لحد الساعه مازال ما لقيتش انا شي حاجه اللي تريحني انا عقليا، مازال
ما ارتاحيتش انا نفسيا، انا ما ارتاحيتش نفسيا، كنعس هي بالليل اصاحبي ما كيجينيش النعاس، كنضرب ساعه ساعه ونص د المكانه كنفيق، تنبقى نفكر في نفس السوجي، كنعاود دوك لي فيديو كنشوفهم والو والو. انا نو كنشوف لي فيديوهات ديالي كنزيد ديال المرض نفسيا، انا كنمرض نفسيا. والغريب في الامر دابا باش كنسمع تيجي عندي انسان تيقول لي هيك اشنو الاخبار، تنقول له والو، ساعه انا مازال ما بانليش شي حاجه اللي تريحني انا نفسيا والو. والغريب في الامر ان هاد الشفر مازال كيمشي ويدور على خاطره، وانا فلوسي مشات، والديا مدمرين، خويا الاخ ديالي اللي معايا انه كي معايا في نفس البروجي مريض نفسيا والو. مازال حنايا تخيل انا كانت عندي فيترينا ديال 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 التليفونات، دابا معمره غير بالكراطن، وثلاثه ديال التليفونات او اربعه. اصاحبي راه نفسيا انا مريض، شنو هو؟ انا مريض، مريض نفسيا. وكنطلبوا من السي الحموشي انه هو اللي كيخدم في هذه البلاد هذه، وكنطلبوا من جلاله الملك انهم يشوفوا لنا الحق ديالنا، وتنطلبوا السي الحموشي الا شاف هذا الفيديو ما يتغاضاش عليه ويخدم معنا، وتنطلبوا السلطات ديال مدينه فاس انه ياخذ لي حقي، حيت انا راني مدمر، حق ربي الا مدمر انا نفسيا ومعنويا وكل شيء. وكنطالبوا من السي الحموشي حتى هو يزيد يعطيو الاهميه لهذا الملف هذا، حيت حنا بغينا هذا الشفر يتكبد. حنا ماشي حنا هو رزقنا مشى، ولكن واحد اخر حتى هو نفس المشكل عاد بادي ما كملش اربع شهور او خمس شهور ويجي بنادم ويرزيه ويهرسه. دابا انا ما بقاش عندي شي امل باش نولي نخدم. كيفاش كتعامل مع مولين الفلوس اللي كنداو؟ كيفاش كتعامل معاه؟ باش كنتعامل مع مولين الفلوس كنتعامل مريض. تخيل انا بنادم كيصوني عليا التليفون باش تنعرفوا انه باش يطلب لي الرزق ديالو او الفلوس ديالو، ما كنقدرش نجاوبو. انا كنحشم، انا حشمان منه، باش هو بنادم انت عاطيك فلوس وداير فيك خير، وبدون شك بدون تاع لعبه ومقاتلها خالك ها عائله ها الناس ها اللي كتعرف، وما كي حتى يصوني عليك بنادم تيبغي الرزق ديالو، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. وكنطالبهم حتى هما في هذا المنبر ان اللي كيشوفني وكيعرفني معاوني بشي حاجه انه تا هو يصبر عليا، راني في واحد الوضعيه الله اللي عالم بها. وكنطالبوا من السي الحموشي انه يزيد يعطي اهميه لهذا الملف هذا، والسي ولي امن مدينه فاس انه يعطي الاهميه بزاف لهذا الملف هذا، حيت حنا شباب باغيين نخدموا ونزيدوا للقدام. حنا شباب تحقرنا، شنو هو تحقرنا؟ تحقرنا. تخيل انا فاش كنشوف هذا الفيديو هذا كنتعقد، ما كنبقاش الشعور ديالي، ما كنبقاش نعرف شنو كنقول او شنو. والديا دابا هكا ما عندكش تيعجز اللسان على الهضره كاع، حق ربنا دابا نفسيا محطم. وشنو كنطالب انا؟ كنطالب انا غير يرجع لي رزقي، غير يرجع لي ولو غير نصف رزقي او الربع، او كذا نقول انا راها شي حاجه مهم انا درتها، او يتشدوا او شي حاجه. المهم لحد الساعه مازال ما بان لي حتى حاجه، اللي حاجه اللي تريحني انا مازال ما شفتهاش. وكنطالبوا من سيدنا اللي كيعاون الشباب ويقدم الدعم بدون فائده للشباب، حتى هو الا شاف هذا الفيديو ولا وصلوا هذا الميساج هذا يعاوننا ويكتف الامن باش يشوفوا هذا المجرمين يتقبطوا ويرجع لنا الحق ديالنا. ولا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله.